الاستحلال والتفكك منتشر في كل قطاعات الجمهورية اللبنانية السعيدة. آخر الضربات تلقاها القطاع الزراعي بعد الفيتو السعودي على المنتجات الزراعية اللبنانية. يصيب اليأس اللبناني المسكين وهو يشهد منذ تشرين الأول 2019 وقائع انهيار الهيكل من دون أن يحرك المسؤولون ساكنا. للتذكير، نحن بلا حكومة منذ انفجار المرفأ الصيف الماضي، والرئيس المكلف يحاول منذ 6 أشهر تأليف حكومة، والعالم الحر يكاد ينفض يديه من هذا البلد المتعب. قراءة في كل هذه المحطات والمحاور في هذه الحلقة من كواليس الأحد على مدى ساعة من الزمن مع النائب المستقيل الأستاذ إلياس حنكاش. صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيك. مرسي. بس بدي أشير بداية أستاذ إلياس إلى أنه هذه الحلقة منقولة مباشرة بالصوت والصورة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.50. كما أشير إلى أنه ستتم إعادة بث الحلقة بعد موجز أخبار 9:15 مساء. انطلاقا من الشيء اللي حكيناه، يعني هيك صورة بالمشهد العام، نحن وين؟ ليك صورة سودة كتير. يعني لسوء الحظ أنا من الأشخاص اللي دايما هيك عندي أمل وبتضل الدنيا فيها هيك فيها هدف. لسوء الحظ بعتقد هيدي سلطة بتتقن تدمير هيدا الأمل اللي فينا. تدمير هيدا الأمل منه جاي من شعور خاص بالشعب اللبناني، هذا جاي من كل يوم كل يوم في عنا مشهد وقصة جديدة بتنزلنا طابق تحت الأرض. كل يوم كل يوم نحن صرنا بالقعر وعم نحفر نزول. كل يوم عنا بتعرف هيدي مثل باندورا بوكس، صندوق باندورا، كل يوم بيطلع منا مقاسة أضرب وأسوأ من المقاسة اللي بيطلعوا قبل. أنا ما عم بتخيل، كنا عم نحكي من شوي، ما عم تخيل وين صار البلد. صار البلد هيدي الصورة المشرقة يلي كنا عنا إياها وكنا نشوف حالنا فيها كلبنانيين وكطاقة وكمواهب وكإبداع وكفن وكذوق وكبيئة وخضار وتاريخ وأرشيتكتور وفن وكل شيء. نحن جينا من هون، كنا هوني رغم كل المقاس اللي قطع فيها البلد والحروبات والمنكفات والطائفية والمحاصصة، رغم كل شيء كان بعد عنا أدمنا كريديبل وأدمنا هيك عميقة بالتاريخ الإنساني. هذا البلد 6000 سنة حضارة، وهالرسالة اللي حكي عنها جان بول دو أنه يوصل، لأنه نحن منبوزين من أكتر البلدين يلي هن عنا علاقات تاريخية معهم، ويلي هن اليوم ما حدا بده يسمع بالموظفين أو بالشركات اللي بتوظف عادة لبنانيين، وبينبسطوا بالكاليتي اللبنانية لأنه كمان عنا سيستام تعليمي ممتاز. تطلع بتلاقي أنه اليوم انت غير مرغوب فيك كموظف وكسائح وكتاجر وكصناعي وكزراعي بطل في شيء. اليوم وصلنا لهون، هي وصلنا لهون لان عندك، يعني يا اما عندك حدا عن قصد عم بيدمر هوية وصورة لبنان عن قصد، وانا ما بحب المؤامرات بس مش يعني انا اليوم هنا شو لكل واحد عنده اجندته الخاصة. يعني اليوم حكيونا عن النماذج والتوجه شرقا، وعن نحن منتمثل صرنا ببلدين او بأنظمة، مش بلدين، البلدين بتجنن وشعبها بجنن، بلدين مثل ايران ويمن وسوريا وفنزويلا يضرب المثل اليوم انه ايه لا نحن عنا اصدقاء. وكل يوم رئيس جمهورية وزير الخارجية ما حدا منهم قادر يروح يعمل جولة او زيارة لبلد خارجي، ما في غير الرئيس الحريري اليوم عم بيقدر يتحرك. هيدي دولة معزولة، دولة محاصرة من وراء سوء الإدارة والفشل والكذب على الناس. وهون صراحة أنا بلوم المجتمع الدولي، شايفين شعب مخطوف من هيدي السلطة، مخطوف، نحن شعب مخطوف، نحن رهائن. شو بيقدر يعمل المجتمع الدولي؟ أكيد مش يستنكر ببيانات، بكفينا قصة استنكارات بالبيانات وإنه إيه ونحن قلبنا مع لبنان.
هيك البطرك بمؤتمر دولي قاموا عليه نص اللبنانيين. طبعا لانه النص مش نص اللبنانيين يا ريت، يعني انا برايي كل واحد قاعد ببيته بيعرف كتير منيح انه ايه بدنا نحن رعايه او لفته. ليش مين بده ينقذ لبنان اليوم؟ هيدي الطغمه الموجوده اليوم بالحكم، فرجونا خيي هن شو بيقدروا يعملوا. هاي هي اللي يقدروا عملوا بهالكم سنه دمروا، خلصت خلص وصلنا نحن. هيدا هالقد بيعرفوا هن يشتغلوا، هيك بيعرفوا، ما بيعرفوا يشتغلوا الا هيك. هلا شو عم نرجع نعمل نحن؟ تركب مع خلافاتهم، يعني انه خيي خلينا نرجع نعيد تدوير ريسايكلينج للاسامي وللصيغه، هيك بيناتنا مش صيغه يعني عم نحكي، بس للفورميل اللي مشتغلين فيها بيناتنا. وكل يوم هيدا بكذب هيدا وهيدا بينعتوا بالكذاب، ونحن ما عندنا حكومه، وكل يوم عم نجوع اكثر واكثر. اليوم الشاب اللبناني او العائله اللبنانيه اللي كانت مفترض كانت معتبره من الطبقه الوسطى، اليوم معاشها معاش كل العائله الهاوس هولد، يعني اذا في ثلاثه بيشتغلوا بالبيت، عائلة من أربع أفراد أو خمس أفراد في ثلاثة بيشتغلوا بالبيت، اليوم ما بيقدروا يكملوا الشهر. في قصة دايما عم برجع بخبرها، بس أحد المواطنين بسوبر ماركت بفوت ما بيشتري شيء، صاحب السوبر ماركت بهيك بفوت على الكاميرا بشوف هيدا المواطن يلي هو موظف بنك ومرته بتعلم بأحدى المدارس، بلاقيه كمش كمشت رز وحتى بجيبته ورع على البيت يسلقها لأولاده. نحن هون وصلنا، هيدا هو لبنان يلي كنت تقعد على الطاولة يبقى في أكل، يمكن فائد من الأكل، وهيدا من إحدى العوايد السائقة اللي كان عنا إياها. بس هيدا هو لبنان اللي انتقل من هون للجوع، هيدا هو لبنان اللي كان يشوف حاله بصناعته وزراعته وإبداعه ويصدرهم للعالم وخصوصي لدول الخليج. نشوف شو عم يعملوا بالزراعة، يعني المشكلة الزراعية الجاية. بس قبل بدي روح على ملف شغلنا كلنا، هو الملف القضائي. وهون أكثر من سؤال، شو عم بيصير بين العدلية وبين القاضية غادة عون؟ يعني كمان بمحل معين المدعي العام التمييزي غسان عويدات كفلها إيدها. هلأ خلينا بالبداية ناخد البعد القانوني لما يجري. ينضم إلينا مباشرة معالي الوزير السابق البروفيسور إبراهيم نجار. صباح الخير. صباح الخير دكتور، احترامي. سؤال اللي قبل كل شيء إذا تسمح لي قبل ما كفي معك وضح شغلي، ما له حق مدعي عام التمييز يكفل يدنا لأي قاضي اللي كانت، لأنه كف اليد هو عقوبة. مدعي عام التمييز عمل توزيع أعمال، هو كونه يشرف على النيابات العامة وهو الرئيس تبع كل النيابات العامة، وهو اللي بيعطي أوامر ويتحمل مسؤولية أوامره حتى بيقدر يحول جنحة لجناية وجناية لجنحة. يعني هو له صلاحية إدارية بتوزيع الأعمال، بس ما له حق يكف يد. أنا بدي معرفتك القانونية بروفيسور نجار. هذا الحق، هذا الصحيح. شو اللي عم بيصير بين بيعوكر والعدلية؟ وزيرة العدل قالت اللي صار بهدلة، أنت شو بتوصف اللي عم بيصير؟ إذا وزيرة العدل قالت هيدي بهدلة، خليني أنا أكرر وقول إنه معها حق، يعني أكثر من بهدلة عيب. أنا الحقيقة اللي عم بيصير تحت راية انه عم نكافح الفساد وعم نجرب نضبط الاموال اللي عم يهربوها من لبنان يشحنوها دولارات لبرا. كل هالاشياء هيدي انا ماني ضدها شخصيا، لانه ما بتعرف كيف رئيس الجمهورية او غيره او اللي هي الاستاذ غادة عون عندهم معلومات من وين جايبينها، هل الاستقصاءات دلتهم على هالمطرح او ذاك، ما بعرف. لأنه أنا وياك ولا واحد منا عنده اطلاع على تفاصيل الملف. إذن من حيث الأساس لا أنا ولا حضرتك ولا حدا بيقدر يعطي رأي نهائي بهالموضوع. هلأ من حيث الشكل حتى أمر غير مسبوق. من حيث التصرف يعني اللي صار يعني بيخلي رجل القانون يكون
كله خجل اللي صار، لأنه منا معودين بدولة قانون يجي مدعي عام يجيب معه أمن الدولي يسحب بلا معنى إجره لحتى يكسر الباب، بعدين بس ينجح يفوت يطلع بعدين يسلم على الملأ وعلى الشعب وعلى يبعث لهم قبولات هيك وتحيات ويقول لهم ما تقتلوا هم وكذا، مثل كأنه نحن بشعوبية قضائية هيدي غير مسبوقة بلبنان وتخالف بكل وضوح موجب التحصل عند القادة. هذا يعني اللي صار جعل انه جماعة اللي بدهم شوية حضارة بالتعامل بلبنان بدون ما يتنازلوا عن حق البلوغ الى الحقيقة، حق مكافحة الفساد، جعلهم انه الحقيقة عم يعتبروا انه هيدا هرولي هرولي بالاتجاه السياسي والذهول والذهول عن القانون وعن الأصول. والحل برأيك؟ هلأ حلول موجودة بالقانون. مفروض قبل كل شيء دكتور لك بكل وضوح انه لسوء الحظ بلبنان الحاكم ما عاد يحط سلم وتراتب مصادر التشريع والقانون والدستور مطرح ما لازم. يعني اذا الدستور بيقول هيك بده يخرق وليه لانه هيك بده، اذا القانون بيقول هيك لا هذا ما بدي طبق القانون، اذا عملنا قوانين دغري بنفتش كيف ما بدنا نطبقها. نحن لازم نطبق القانون، لازم يكون عندنا دولة قانون، لازم على القليل السلطة القضائية يتركوها، لأنه إذا كفينا هيك حيقضوا على كل شيء. الحل هو بالتماس الأصول والإجراءات القانونية دون الجنوح نحو الاستئثار بما يمكن تسميته الشعوبية القضائية. أيام ماو تسي تونغ أنا بتذكر لما زرت الصين سنة 1975 كانوا يعملوا محاكمات شعبية، يعني يجيبوا المتهم ويسألوا الشعب بدكم نقتلوا؟ الشعب يصرخ نعم يقتلوا. هيدا شيء خارج كليا عن الضوابط اللي بنعرفها بشيء اسمه دولة المؤسسات أو دولة القانون. ما تسألني أنا شو لازم نعمل، إذا سألتني عندي كلمة واحدة بيتمني هي إنه لازم نطبق القانون، نقطع السطر. نقطع السطر. بتشكرك معالي الوزير السابق البروفيسور إبراهيم نجار، يعني كان كلامه واضح الوزير نجار. تعليقك أستاذ إدريس حنكاش. لك أكيد اللي صار بهالطريقة المسرحية وكأنه القضاء هو خشبة أو خشبة صراع أو حلبة صراع بين القوى المتناحرة. كيف بدنا نعمل قانون؟ ويمكن قال دكتور بروفيسور نجار تطبيق القانون، ولكن أنا كيف بدي كافح الفساد؟ عم بحكي عن الكل، بقضاة كل واحد منهم بينتمي لجهة سياسية وتظاهر. يا خي أقل شيء اليوم إذا بدنا نحن ناخد حالنا جد يكون عنا قضاة منزهين عن كل القوى السياسية، منزهين وغير مرتبطين. بتعرف بالفرنساوي في شيء اسمه droit de، هلأ بقول لك، يعني حق نقران الجميل، droit d'ingratitude، إنه اليوم أنا إذا ونحن بعدنا القوى السياسية بتسمي أو بتعين القضاة، ومنعرف أنا سؤالي لألك خي وللمستمعين، القاضي عون في شك انها هي مقربة وتبتاخد ويقال بكتير انه بتاخد اوامرها مباشرة من القصر، نقطع السطر. كيف بدي انا يكون عندي قضاة هالقد منتمين لتيارات؟ وشفنا هالمواكبة الحزبية يلي شفناها بالشكل منا مقبول، لا يعني ما في حدا، وحتى اللي بعض اللي هيك اللي اذا بدك عندهم ميول لا التيار الوطني مش قبلنينا بالشكل، ما بتنقبل بالشكل. الهدف كشف الفساد والفساد اكيد، ويمكن يكون معها حق. ما فيك مثل ما بقولوا بالمصر تبوظ الموضوع كله من وراء الشكل،
ونحن منا بلد كمان بدي ياخد بس المعيار هو الشكل، لأن نحن في لب الموضوع ولب المشكلة هو يكون عنا قضاء نزيه ونروح على مكافحة حقيقية وتطبيق القوانين. طيب مش هيك؟ وين قانون استقلالية القضاء؟ يقال بلجنة الإدارة والعدل حاجزه النائب جورج عدوان. ما في، أنا ما بدي أقول لك، أنا بدي أسأل كمان وين قانون الموجود باللجان اللامركزية الإدارية؟ وين يا ما في قوانين واقفة؟ نحن وقت تقدمنا نحن تقدمنا حتى قبل الانتخابات كنا بموضوع استرداد الأموال المنهوبة، شوف من أي متى، بعد ما كان في الفضائح يلي والوقع اللي وقع على البلد، وين اني كل هول؟ وأنا عملت محاضرتين بقال مجلس النواب عن هذا الموضوع. طيب مين عم بيعرقله؟ وشو يا أخي نحن اليوم ليش سألنا نحن من البرلمان؟ عنا ليش قدرة على التغيير أو اللي بدهم إياه بيمشوه اللي بدهم إياه بيوقفوه؟ يا ما في قوانين محطوطة بالجوارير، وأصلا إذا أقر القانون ليش بيطبق؟ مين هني يعني؟ خيي في عندك تركيبة اليوم، رئيس مجلس نواب، القوى المتحالفة معه بحسب المواسم، اليوم بتشوف كل هالقوى المتصارعة بحسب المواسم، إذا اتفقوا بيتحصصوا بيمرق له هاي وبيوقف له هاي، وإذا اختلفوا بيخربوا البلد وكله على ظهر المواطن. هيدي التركيبة والمنظومة ما بقى بتمشي، ما بقى بتبني بلد. اوكي نحن باخر، وانا هيدا رايي الخاص، انه باخر مراحل نحن من لبنان اللي بنعرفه اللي مبني على المحاصصه والتركيبات والتزاكي على القانون، ومرق لي هي تحت الطاوله بمرق لك هي فوق الطاوله بتقول هيك بالاعلام، شفناهم كنا موجودين معهم وشفناهم، وانا لي الشرف كون نائب مستقيل اليوم عن هيدي عن هيدي المنظومه الفاسده، عم بحكي من البرلمان للحكومة لتعيين كيفية التعيينات بمدراء العامين للرئاسات، لا ما في شيء راكب، ما نضحك على بعض، ما بقى في شيء اسمه بلد، خلصنا. بدنا نحن اليوم قدام مفترق طرق، يا عنا قرار نبني دولة بتشبهنا وبتشبه طموحات ولادنا ومستقبل هيدا البلد، يا 60 سنة علينا وعلى هيدا البلد اللي ورطونا اياه جدودنا برموش العين كان لازم نحن نحافظ عليه. ما عرفنا بنينا دولة لأنه نحن عم نرجع ننتج سلطة فاسدة، وبنرجع منروح منزقف للزعيم، وبننطر اليوم فقرونا، وبننطر علبة هيدي الإعاشة، أو بننطر مكنة الأكسجين، أو بننطر طيفوتونا على المستشفى، ترجع نزقف لهم بالانتخابات. إذا هيدي إذا المواطن اللبناني اليوم بده يرجع ينتخب يلي أفلسه ويلي بإهماله فجر بيروت والمرفأ ويلي كسر صورة لبنان الحلوة ومش بقى قادرين شبابنا يتوظفوا ولا مطرح، واللي عم بهجر كل يوم آلاف الشباب والصبايا، يا إذا الناس بدها ترجع تنتخبون هن زيتون، انت شو فينا نعمل اليوم؟ المسؤولية اليوم عن جد المسؤولية، كل المسؤولية اللي صار هي على هالطغم اللي حاكمة من هلا وبالطالع، المسؤولية هي علينا على الشعب اللبناني، يا نحن بدنا نعرف نختار ناسنا يا ما رح نعطينا، وما حدا وهون ما حدا في يرجع يتزمر بقى. في أمل برأيك بهالقصة هاي التعويل على الناس؟ أكيد أنا برأيي ما في شيء أقوى من ليك انتفاضة 17 تشرين، منه تفصيل بتاريخنا، كسرت حواجز الخوف وتقليه الزعيم والفوارق بين هيك هالدايفرسيتي اللبنانية اللي موجودة أو هالتعددية اللبنانية الموجودة، كسرت كل هيدا المفاهيم اللي نحن ربينا عليها وفضحت. اليوم ما عندك وزير او نايب بيقدر ينزل يشتري شوكولا من الدكانه، لان بيعيطوا عليه الناس بيخجلوه من حاله بيعملوا له بابليك شيمينج، هيك صرنا. الحل الوحيد اليوم هي انه هيدا الشعب اللبناني يرجع ينتج سلطه جديده بتشبهه من خلال انتخابات نيابيه، والثوره بدها تكمل بقلب صناديق الاقتراع. السلطه خايفه من راي الناس ومشان هيك ما عم تعمل انتخابات نيابيه، ما عندهم قدره يعملوا انتخابات نيابيه فرعيه، ما عندهم قدرة. لا الانتخابات النيابية المبكرة أنا عم بحكي، والمبكرة ما بدهم إياها، سقط مجلس نواب نحن تقدمنا فيه من بعد 10 أيام من 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 ثورة 17 تشرين، ومن سنة تقريبا على الأد ب 21 امبارح النائب جبران بصير بيقول ما بيغير بالمعادلة، الانتخابات النيابية كل واحد بخبرك الخبرية اللي بده إياها، يعني ما هن ليش كل يلي عم بيسمعونا حكيهم اليوم هن متصلين بالواقع، هن بيعطلوا هم آخر الشهر، بيعطل هم كيف بدهم يطعموا أولادهم، بيعطلوا هم اذا دابرة تطلع فاتورة الموتور، ليش بيعرفوا قديه الامبيراج بفاتورة الموتور؟ حدا بدي اسأل انا بيعرفوا قديه صارت علبة اللبن اليوم؟ شو عم نحكي؟ عم نحكي عن ناس منفصلين عن الواقع نهائيا، اكيد بدهم يسمعونا شعارات وايه وهي بتنفع وهي بتضر، والنتيجة وحدة انه هيدا اللبنان بطل يشبهنا، وما بقى فينا نضلنا ساكتين،
ما بقى بتزبط انه نحن والله نقعد ورا التلفزيون ونقعد نتزمر، لا، كل واحد منا اليوم عنده مسؤولية عمليا. شو بيصير يعني عمليا؟ شو عمليا هناك ضغط لازم يصير شعبي، لانه ما بقى بوثق بحدا انا، لا بالقوى الخارجية ولا بالقوى الداخلية والاحزاب والتيارات. كل واحد منا اليوم بده يتكل على حاله وعلى على الناس اللي بيوثق فيه، وهون نحن بدنا نضغط بكل قوانا، لانه بنكون عم نضحك حالنا اذا انتخبت نيابي، اذا قلنا انتخبت نيابي مبكره، واصلا نحن صار رح نصير تحت السنه يعني للانتخابات، بالتالي لازم الانتخابات تحصل. انا اليوم كل هالصراع اللي عم بيصير على تاليف الحكومه، حدا منهم خبرنا شو البلان، شو الخطه لخروجنا من الازمه اللي نحن وقعنا فيها، او بس المخانقات هي يعني؟ لو هالصراع القائم اليوم هو صراع على كيفيه الخروج من الكارثة اللي أوقعونا فيها، بقول يا خي أوكي، بس معقول رئيس ورئيس رئيس جمهورية ورئيس مكلف هيدا بيكذب هيدا وهيدا بيطلع بيجتمع وهيداك بيقول له قدمت لك زيت الورقة وبيرجع بيقول له كذاب، لا بيقول له أنت كذاب، شو عم نتولد نحن؟ هيدا بلد، مصير ناس، مصير مستقبل أولادنا. أستاذ ليس حنكش، حكيت ببداية الحديث عن عزلة تطارد لبنان ونحن إلى مزيد من العزلة، هلأ نقترب إلى عزلة زراعية إذا صح القول. ينضم إلينا لمعاينة هذا الواقع رئيس تجمع المزارعين اللبنانيين في البقاع إبراهيم ترشيشي. صباح الخير. صباح الخير لك وضيفك الكريم وكلام الحلو اللي عم تفضلوا فيه. شكرا. استاذ ترشيشي، بدي حجم انعكاسات القرار السعودي بوقف استيراد المنتجات الزراعيه من لبنان، عم نحكي عن 24 مليون دولار سنويا. بعتقد اكثر شوي الرقم اكثر، هلا ان شاء الله استاذ بنوصل لهذا الحكي، مش انه خلص هذا امر يعني بد فيه نهائيا، لانه مثل ما بتعرف احنا كشعب لبناني وكدولة لبنانية وككل وكمزارعين ومصدرين نحن مظلومين بالموضوع، يعني هذه ظلمية كبرى. شو اللي صار تحديدا؟ هذه المنتجات لبنانية؟ أكيد مش لبنانية، وعلى رأس سطحها أنا أقول لك أنا ابن البقاء، ويعني أنا ما بحكي سياسي ولا بتدخل بالسياسي. سورية؟ هي سورية من منشأ سوري، ومن واللي محملها سوري، واللي استلامة بالسعودية سوري، واللي شاحنها سوري، بشهادات منشأ سورية، بشهادات صحية سورية. والتقصير بضاعة أستاذ، يعني حتى العالم تعرف شو هو حقيقة الموضوع، خاصة عبر إذاعتكم الكريمة، إنه السوريين إلهم حق يحملوا بضاعة ترانزيت من لبنان على كل الدول، وعم يحملوها وكل أسبوع بيعملوها هذا الحق، لانه هن بيعدي قانون ايسر ما عندهم هاي البواخر الكبيره وخطوط الشحن الكبيره ما بتروح على سوريا، هن بيجوا بيحملوا من عندنا من لبنان، بيحملوهم بيشحنوهم من هون للوصول الى الاسواق تبعهم، بيمروا من اراضينا ترانزيت. التقصير اللبناني وين صار؟ كيف مرقت هالبضاعه بلبنان؟ هي على طول بتمرق بلبنان، يعني الجمرك بتيجي من المصنع على البور بيروت. طيب ببور بيروت ما في جمرك، ما في سكانر، ما في بلا لا سكانر خربين صراحة، هذه ضعف الدولة اللبنانية وهذا الشهر تبعهم انه بور طويل عريض، السكانر خربين في من ايام الانفجار اللي صار بالمرسى ما تصلح بعده السكانر، هلا رجعنا مدير عام الجمارك الجديد اللي موجود قال انه اشتروا واحد وعم بيجهزوا وعم بيغيروا حتى يركب. طيب سؤالي لك، التنين في اجتماع بقصر بعبدة دعا له رئيس الجمهورية ميشيل عون، اي نعم. قرارات يجب ان تتخذ؟ رسالتك للمجتمعين ببعبدة شو لازم يعملوا؟ نحن مدعوين على يمكن انا وشخص تاني. شو بدك تقول بالاجتماع؟ انا بعمل لهم ورقة مطالب، هي اولا لحتى نحمي حالنا، اول شيء مبين القضية انه فلنعمل تحقيق من يوم ما فاتت هذه الشاحنه من حدود سوريا ليوم ما وصلت على مرسى بيروت، ينعمل تحقيق يبين شو هي الشاحنه ومين شوفيرها ومين مرها ومين كان واقف عليها، لانه هيدي بدها تنقل الشاحنه هي ذاتها، تنقل من شاحنه مبرده الى حاويه مبرده على مينا بيروت، يعني عم تتفضى كل طرد بطرده، يعني مفروض هذه كانت تتراقب وتشوف
وتنشاف على بور بيروت على بالبورة تبع المرفأ محل في المنطقة الحرة محل ما عم تنقل. هذا أكيد بهالوقت هذا كان في موظف هو مسؤول، مش إنه مش إنه الدولة اللبنانية خالية المسؤولية، لا عليها مسؤولية. هلا نحن هلا منطالب إنه يا خي هلا الإخوان السوريين بدهم يحملوا أي بضاعة وتجي ترانزيت، أنا وظيفتك أنت تمنعهم تقول له ممنوع تجي تحمل ترانزيت، لأنه أنا كمان عم روح عبره، أنا عم بطلع عبر البر وقطع ترانزيت بالأراضي السورية حتى أوصل على أسوان. بس انت تمنع تقول له ممنوع تحمل ترانزيت، كمان هو بقول لك ممنوع انت تمرق من عند ترانزيت، عشان هيك منع ما فيك تمنع وممنوع. بس انا الدولة مفروض تحمي حالها، يا اما يفضي بشاحنة لبنانية على الحدود، فضي منه مثل ما بتعمل كل الدول اللي بدها تفتش مضبوط، تفضي على الحدود وبتنقله شاحنة لبنانية بيراقبهم كل الجمارك اللي بتراقب هذا الموضوع، وزارة الزراعة والحجر الصحي وكل هذي بيراقبونه وبتنقل على بيروت. هذا المطلب، أول شيء أنه نقل البضاعة بشحنة لبنانية سريعا. سائر المطالب بكلمتين، باقي المطالب في ناس كتير كمان بلبنان هني تجار ومش تجار، هني تجار بيجوا بشغلتهم بس بحملوا لناس سوريين او لحيالله ناس، يعني بيجي واحد يمكن اوبرسي يقول لك بدي انا براد او اثنين او ثلاثة بتحمل بيحمل له يوم هذا الشخص لانه مش شغلته هو يودي بقى على الاسواق، بحمل له يوم باسمه كمان ممنوع هودي بقى يعملوا هالشغلات هايدي. واغلب التحميل للبضاعة بتسوي بتكون بضاعة سورية بغيروا لها شهادات المنشأ وبيزعبروا بالوراق وكذا، اما قائمة بلاحة اسواق ممنوع هودي يشحنوا بقى ويحملوا من الاراضي اللبنانية. ثلاثة ممنوع الفور يشتغل ما يقول ما يكون السكانر عم يشتغل، تمام؟ لو السكانر عم يشتغل نحن بدل ما تنكمش هذه بالسعودية نطلع بهالفضيحة بالجرصة وبالوعر، لن تنكمش على فور بيروت وبتقصصوا اللي عم يشتغلوا فيها بالهاني على الفوران، شو بدنا نترك نوصل عبور جدي على عبور التمام حتى تنكمش على السكانر هونيك. كيف استاذ يعني كيف بور طويل عريض بده يشتغل فيه كل لبنان بيكون بلا سكانر؟ تعرف شو يعني بلا سكانر؟ يعني دكاني بلا باب، يعني دكاني سيدي، يعني فلتاني، يعني 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 شحار وبلا. هذا انا بدي اتشكرك، يكون عنده دكان ما بيعمل له ابواب. بدي اتشكرك رئيس تجمع المزارعين اللبنانيين في البقاع ابراهيم ترشيشي. استاذ الياس حنكش يعني رسم صوره عن تحلل الدولة اللبنانية، عم نحكي جمرك على البور ما في سكانر، والبضاعة مثل ما عم يحكي بضاعة سورية للتاجر سوري وعبرت لبنان وطلعت وراحت على السعودية وعملت كل هذه القضية. لو الدولة اللبنانية، شوف جيد انه الرئيس الجمهورية دعا لاجتماع بكرة، بس نحن ما عم نشتغل بالويك اند بهيك مواضيع. عفوا هيدا السؤال يعني انه يعني انا عم بشوف، تعرف احد كبارنا خليني اقول عم نحكي أنا وياه عن هذا الموضوع، بيقول لي مش معقول الدولة ما تعمل وفد طارئ أمني يروحوا على السعودية مباشرة من بعد الحادثة. نحن إذا بدي أخذ كل الصناعات الغذائية ويعني أكبر سوق للبناني اليوم بالصناعة والزراعة هي السعودية. طيب أنا موضوع هالقد مهم بوضع لبنان، ما حدا قادر اليوم، الصناعيين ما بقى بده يبيعوا بلبنان، ما بقى قادرين، الكل خايف، صار عم بيطلعوا عم بيركزوا أكتر كيف بده يوسعوا أشغالهم خصوصي بالخليج، لأنه البضاعة اللبنانية بعدها مرغوبة، بعدها عندها صورتها الحلوة. طيب ما بينعمل وفد أمني دبلوماسي يطلع دغري على السعودية يواكب موضوع التحقيق وياخدوا التقارير ويتصرفوا دغري ويكون في مراسلات؟ هيك مناطرين هلأ التقرير من الجهة السعودية يطلعوا يفرجوا حسن نية ويفرجوا قد ايه هذا الموضوع مهم لنا وللمزارع المعطر اللي قاعد بالبقع اللي بينطر الخس تطلع، بينطر ست جماعة تطلع الخس تبيعها. طب كيف يا عمي؟ كيف مين عم يهتم بهالناس؟ فوق 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 كل المقاسي بعد بدنا ندمر مصالحهم يا خي، ما عم بعيش بعرق شبينه الزلمة. بتعرف فوق في تعاونيات يعني بيلموا في التجار الكبار بيجوا على المزارع، والمزارع هو اقل واحد بيربح بكل هالعملية، بس مش معقول نترك الامور هيك. واللهم مثل حدا قال لي عم على سبيل النكته بيقول لي بكره باجتماع بعبده بكره بيعلنوا الحرب على الخليج بعد شوي، ما كل مره نحن بنتعاطى بتعالي وبنتعاطى بتحجرف وانه ايه ما تهددونا وما كيف يعني؟
نحن والسعودية هيك بدنا تصير القصة، الكيان البرودوي اللبناني والبنادورة الجبلية والمدري شو كانوا يا لطيف بيشوفوهم بالسعودية كأنه جايين. طيب ما في بعد سياسي للشيء اللي عم بيصير يعني بدنا نحطه، لأنه حكيت عن العزلة بتحطه بهالإطار إنه هل من مستفيد إنه أصلا شوف شو قال لك الأستاذ ترشيشي، بيقول لك من وراء الانفجار تعطل السكانر، يعني في أحق يعني المهربين بيستفيدوا من التعطيل، طلع انفجار دمرت المدينة، مات 206 ضحايا، فات على المستشفيات 5600 شخص بعدهم عم يتألموا لهلا. مقابلة في تجار مخدرات وصناعيين بيصنعوا مخدرات استفادوا من الانفجار تيهربوا بضاعتهم بعد على وتيرة أكبر. من بعد ساعة من ما طلعت فضيحة السعودية طلع فضيحة اليونان، وقبلها بمصر إذا منتذكر، وبلشت الكويت والبحرين يلمحوا إلى طبعا يلمحوا إلى أنه إيه تخيل لبنان شو نحن صرنا، كولومبيا الشرق يعني شو صرنا، صرنا نحن مع للمخدرات كيف يعني ما هيدا هو لبنان؟ ما بيعرفوا الأجهزة الأمنية منين اللي عم بيصنعوا؟ بيرح عملوا تحرك ولقطوا، ما بيعرفوا. المشكلة هون انه كلهم بيعرفوا، كل المسؤولين اليوم بيعرفوا من التجار الكبار، فحنا نقدر يتحرك لانه في تمويل مباشر لجهات وقوى سياسية بيشترون مثل ما بيشترون كغير غير غير جهات، بيشتروا السياسيين وبغطوا عنهم وهيدا بغطي عن هيدا، ونفس الشيء بالبعض. وفي كتير عناصر بالأجهزة الأمنية شريفين ومنزهين عن كل اللي عم نقوله، ما منلوم الكل، بس طبعا في شيء مش معقول. يعني إذا مش قادرين مشكلة، وإذا قادرين ومش يعني إذا عارفين مش مشكلة ما عم تعملوا شغلكم، وإذا عارفين وما عم تقدروا تتصرفوا مشكلة أكبر. مش هيك عم بقول لك ما خرجوا يحكموا بلد. استاذ ليس حنكش بدي روح معك على الشق السياسي، ما حكينا في موضوع تأليف الحكومة. نعم. يمكن هيك الصورة بيّنت مبارح بالمؤتمر الصحافي للنائب جبران باسيل أنه الأمور جاندة، والبعض بلش يحكي هذه الحكومة لن ترى النور بعهد الرئيس ميشيل عون. برأيك جوهر المشكلة جوهر شو؟ خلاف على الصلاحيات، خلاف على شو؟ خلاف على الحصص. هول ما في قصة، ما بقى يغطوا لنا إياها. البابا فرانسيس بعتقد حكي بشكل واضح أقوى رسالة، وأنا هيدا من الأشخاص بقول نحن محظوظين نكون عم نعيش حياتنا ويكون هو موجود بيترأس الكنيسة. رسالته كانت حكي كلام مقتضب وهيك تارجتد، يعني عنده هدف، بس يقول لا ما في شيء اسمه حقوق المسيحيين، في شيء اسمه حقوق اللبنانيين. ما بقى حدا يغطي لنا كل يلي عم يعملوا التجاوزات والمناكفات اللي عم نشوفها وهالتناتش على الحصص تحت شعار حقوق المسيحيين او حقوق السنة او يلي هي. شو هالمزحة هيدي؟ ليش شو فرقت معي انا اليوم اذا محمد من بيروت مش قادر يشتري ربطة خبز، او جورج من المتن يلي مش قادر يجيب ما بعرف كلسات لأولاده بكرة، شو فرقت؟ ما فهمت وين في حقوق؟ ليش في شيء؟ ليش ميز الفقر ميز مين عن مين؟ ليش سرقت أموالهم للناس ميزت إذا هذا مسلم أو درزي أو شيعي أو سني أو مسيحي؟ ليش الانفجار قادر ميز مين محمد بيقتله ومين جورج بيخبيبي؟ شو هالحديث المقلو عازي؟ نحن قاعدين عم نلتهي بالمكياج انه ايه في حقوق مسيحيين وفي صلاحيات وفي، والبلد خلص غرق طيب بطل في شيء منه. والحل كيف بنطلع من هذا التناكف اللي صاير؟ الحل انه اول نحن مشكلتنا هيدا قدرنا او هيدا الكورس تبعنا، يعني انه يجي نكون نحن مرتهنين لاشخاص كل هدفهم الحسابات. اليوم ليش عم يتحاربوا؟ مش عارفين انه والله بكره بيخلص عهد الرئيس عون وهي الحكومه رح تبقى؟ مش عارفين انه هي الحكومه رح تكون هي اذا صارت الانتخابات رح تكون عم بتديرها؟ مش عارفين انه اذا تاجلت الانتخابات نفس مجلس النيابه رح يرجع ينتخب رئيس جمهوريه جديد اذا صار في انتخابات؟ كله بيحسب شو مصلحته، واصلا صاروا رؤساء ووزراء ورؤساء مكلفين على شعب مأفلس وجوعان وعلى بلد مكسور وفاشل. ما بقى في شيء بيحرز. انا عم بحكي عن اعذرني يعني، بس عم بحكي عن حرقه لانه ما بعرف كيف بعدهم بيتصرفوا هيك. انه الحل اليوم
بدنا حكومة تبث ثقة للمجتمع الدولي ولا الشعب اللبناني. هيدا هو الحل. وكيف يعني؟ وهيدا وهم ما يسمى بالمبادرة الفرنسية. كل واحد بترجمها، كل واحد بترجمها. يا خيي هاي المبادرة الفرنسية في حدا يفسر لنا شو هي؟ هدي الفرنسيين تراجعوا عن بعض البنود فيها لما قبلوا بوزارة الدولية يعني للشيعة ما بقي منا يعني شو هالمسخرة هيدي، واعذرني على الكلمة بس مسخرة، وقت الأساس ولب المبادرة الفرنسية هي حكومة مستقلين وعلى رأس الحريري، على رأس الرئيس الحريري. بعد شوي بيقول لك باسيل يا خيي ما إذا هو سياسي لكن نحن بدنا حصتنا، وبيرجع الشيعي بيقول لك لحظة شوي أنا المالية لإلي هذا موضوع في توازنات، وبيرجع الأحزاب البقية بتصير تقول لك إيه بس أنا بدي كمل بالأشغال، وهيداك بيقول لك إيه بس أنتوا فشلتوا بالطاقة هالمرة دورنا. شو عم يعملوا هول؟ كيف يعني؟ عم بيضحكوا عمين؟ أصلا واعذرني هون افتكر يعني تضحكوا على المجتمع الدولي وتضحكوا على الـ على الـ على المبادرة الفرنسية تما أقول على الرئيس ماكرون. بيجي أعظم دولة من إحدى أعظم دول العالم، بيجي مرتين على لبنان بعد الانفجار، تيمون على السياسيين البلا أحساس وبلا مسؤولية ألف حكومة، وصلنا سبعة أشهر بعد مش قادرين نألف حكومة، غير الإفلاس وغير الانفجار وغير سرقة أموال الناس وغير فلتين كورونا وغير كل هون، بعدنا منشوف على التلفزيون كل ليلة موضوع المحاصصة كيف عم بيصير. هاي المسرحية مكملة، ولك بيخي ما بيستحوا يخي يعملوها بالمخفى، ما بيستحوا. طيب أثر الضباط أساس سوري بس تما كون رحنا تجاوبك على السؤال، بدنا حكومة مستقلين من راسة لأعضائها، ما في شيء أهين من أنه تترجم ما يسمى بالمبادرة الفرنسية. هيدي مبادرة الشعب اللبناني بده إياها، سميها شو ما كان. طيب أي حاجة تحججوا فيها؟ أي مستقلين بلبنان؟ يعني كمان في سؤال بيطرحوا أنه ما في مستقلين ما بلبنان. أنا برفض هذا التوصيف. مين مثلا يعني؟ من عينة مين؟ أي شو هي العينة اللي بدنا ناخدها؟ ناس يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، وناس عندهم احترام لوكل هون لبناني ودولي. نحن سمينا وما عم بتلقط بالاسم، بس نحن سمينا الأستاذ نواف سليم. هيدا زلمة كان موجود باليوان وهو قاضي ومشهود له بنزاهته وبكفاءته وباحترامه بانه الدول قد ايه بتحترمه، مشكلته موقعه يعني بقلو غض النظر. انا هاي مشكلة هاي المشكلة هي براس اللي ما بدهم يعملوا بلد. بس شو بدي انا ما بدي اتلقط بالاسم، مش هون ما فينا نجيب ناس منزهين عن على شكلة نواف سليم. على شكلة نواف سليم ما بعرف في اسامي، يا ما في اسامي ونحطه في اسامي ممتازه بيلي نحطه، وفي اسامي غير. بدي اخذ اكزامبل، انا رئيس مجلس الاقتصاد الاجتماعي استاذ شارل عربي، انه هذا ما في يجي وزير اقتصاد. رئيس تجمع الصناعيين او جمعيه الصناعيين الاستاذ فادي جميل، ما في يجي وزير صناعه. دكتور مشهود له، ما في يجي وزير صحه. شو عن شو عم نحكي؟ ما بقى في لبنان بلبنان طاقات مستقلة عن الأحزاب والتيارات. حكيت عن أهمية التغيير اللي لازم يصير، كمان تغيير لازم يصير أكثر شيء يمكن بالحقل الاقتصادي. نفتح الصفحة الاقتصادية مع الخبير في الشؤون المالية والمصرفية الدكتور نسيب غبريل. صباح الخير. صباح الخير دكتور، وتحية كبيرة لضيفك الكريم، وأنا بحيي كلامه الموزون. الله يخليك. صورة الوضع الاقتصادي لم تتغير استاذ غبريل، وفي كان اللبنانيين موعودين باطلاق منصة الدولار بمصرف لبنان، تاخرت العملية، ليش تاخرت؟ اولا اذا نرجع للبيانات اللي صدرت عن مصرف لبنان، الشهر الماضي صدر بيانين، اول بيان الى المصارف التجارية طلب من المصارف يعتبروا انه عندهم رخصة صيرفة وينضموا الى المنصة بتاريخ اقصى هو 16 نيسان، وبيان اخر الى الصيارفة المرخصين طلب منهم الانضمام الى المنصة بنفس التاريخ. واذا ما بينضموا في احتمال مصرف لبنان يسحب رخصتهم. البيان الثالث اللي صدر عن مصرف لبنان هو مؤخرا من اسبوعين، طلب من المصارف تبعت شخصين للتدريب التقني على المنصة، بس لغاية اليوم ما طلع تعميم رسمي من مصرف لبنان بيحدد تاريخ انطلاق المنصة او الاهم آلية هذه المنصة.
يعني أنا كمراقب ناطر التعميم الرسمي من مصرف لبنان لأعرف آلية المنصة ولشوف فعالية هذه المنصة بالتالي. ولكن فعالية المنصة يعني يجب أن يواجهها جهد جدي لإزالة العقبات أمام تشكيل حكومة. لا يمكن مصرف لبنان لحاله يتحمل هذه المسؤولية، وهي المشكلة صار لها سنة ونص بأزمة مثل ما بتفضل بها فك الكريم، بعد ما اتخذوا إجراء واحد لتخفيف الانكماش الاقتصادي والوضع وتحسين الوضع الاجتماعي ولجم التضخم والغلاء ومعالجة الأوضاع المعيشية وغيرها من التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية. فلا يمكن التعويل على هذه المنصة بمعزل عن الوضع السياسي الموجود بالبلد. يعني ما راح تحل المشكلة لوحدها، بدنا حكومة. مش بس بدنا حكومة، هذه خطوة أولى بديهية يكون في حكومة مع تراكم الأزمات، وخصوصا بعد كارثة وجريمة انفجار المرفأ. صلنا أكثر من 8 أشهر من الانفجار ومن استعادة الحكومة ولا أفق لتشكيل حكومة. يجب أن تشكل حكومة عند مصداقية محلية وخارجية، طبع بسرعة فائقة برنامج إنقاذي إصلاحي أولويته إعادة النمو إلى الاقتصاد اللبناني بالإضافة لمعالجة التحديات الأخرى، ومن ضمنه آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار بالسوق اللبناني والذهاب به إلى صندوق نقد الدولي للمفاوضات بنية جدية للوصول إلى اتفاق تمويل إصلاحي مع صندوق النقد. ومن بعد توقيع هذا الاتفاق وبدء تطبيق الإصلاحات، ساعتها بيكون في تاريخ محدد لتوحيد أسعار الصرف. هيك يعني بنعالج موضوع أسعار الصرف اليوم وتعدد الأسعار وسعر الصرف بالتحديد بالسوق الموازي. توحيد أسعار الصرف هو اللي بيلغي السوق الموازي. أنا بدي أتشكرك الخبير في الشؤون المالية والمصرفية الدكتور نسيب غبريل، وأعود بالمحور الأخير إلى ضيفي في استوديو واحد في صوت لبنان في كواليس الأحد، النائب المستقيل الياس حنكش. الأزمة الاقتصادية استاذ حنكش رايحين قريبا على موضوع ترشيد الدعم، يعني حكي بشكل واضح وزير المالية آخر أيار ما بيعود في عملة صعبة يدعموا فيها، شو لازم العمل؟ طبعا الترشيد الدعم هو قلع الدرس ووجع لابد منه، لأنه عم نشوف التهريب والكاميرات بتصور، وأنا أكيد المسؤولين عم بيتفرجوا على التلفزيون. مش معقول تكون ما عنده مقطوع الكهرباء أو ما عنده تلفزيون وبعد ما حدا نعمل شيء غير الحشيشي والكبتاجون اللي عم نشوفه عم بيتهرب ضاعة مدعومة من مزود لطحين لخبز لحتى دولارات بيطلعوا من هون. وشفنا، بتتذكروا فضيحة إفراغ الاي تي ام من لبنان أول ما بلشت الأزمة؟ طبعا هناك توجه لترشيد الدعم، بس بذات الوقت هيدا الشيء بده يكون سلة من الحلول. مش هيك عم بقلك عشو عم يتخانقوا خي، لو عم يتخانقوا كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية بقول ممتاز. لو حدا إجا قال أوكي نحن رح نرفع الدعم ولكن بذات الوقت رح يتم توزيع البطاقة على العيال الفقيرة بمراقبة دولية مع هيئات من المجتمع اللبناني، هي تراقب وتعمل سنسس وتنزل على الطريق ويشوفوا الناس كيف عايشة، بنقول أوكي بتروح على سياسات هيك منا تقشفية منا خلينا نقول مؤلمة، بس بترجع بتعودها بمطارح تاني على الناس وبترجع بتضبط سعر الصرف وبترجع. بدك سلة حلول، بعدنا ماشيين نحن بالترقيع، منشيل الدعم بكرة بتخرب الدنيا على ترشيد الدعم، وهذا حق للمواطن لأنه مش مأمنين له شيء، مثل وقت اللي عملوا هذا اللوكداون بكورونا ومش مأمنين شيء للناس. عادوا ببيوتكم والمياومين يلي بيشتغل شوفير تاكسي أو سيكوريتي أو بسوبر ماركت على اليومي، أو هودي الجماعة ماتوا من الجوع. بدل ما الدولة يعني ما مشكلتك انه حتى لو بدون ما عندهم شيء يعملوه، يعني حتى البطاقات التمويلية يخشى كمان المحاصصة طبعا والتوزيع على هيدي بطاقة انتخابية مش بطاقة تموينية، هيدي بطاقة انتخابية نحن عم نحكي على سنة قبل الانتخابات، بكرة بدهم يمننهم فيها للناس بس يعطون اياها، مثل ما هلا عم بمننوا الناس باللقاح يلي هو البلد الوحيد غير باكستان هو لبنان ببيع اللقاح بدل ما الدولة تجي تدفع. ونحن هون بنشكر كل القطاع الخاص اللي عم يجرب يواكب، ولكن الدولة اليوم وينها؟ ما اخدين قرض نحن من الـ من الـ
من صندوق النقد لهذا الموضوع لكورونا او من البنك الدولي نسيت بنك البنك الدولي اخذين قرض للقاح، ليه ما بتدفع حقه الدوله وبتوزعه للناس بلاش بكل بلدان العالم؟ نحن وباكستان الوحيدين اللي بنشتريه. يعني تشوف وين صرنا. انا بس كمان حتى في ملاحظات على موضوع الدعم، موضوع اللقاح، بمعنى انه في ناس اخذت هذا اللقاح وهي لا تستحقه. يعني طبعا شو انت بتستغرب انه يكون في محسوبيات بهالموضوع؟ ما شفنا بمجلس النواب شو صار، وما شفنا غير هذا اللي بينوا. ليش ما شفنا انه والله الشباب اللي بيواجبوا احد الوزراء او النواب راحوا على مستشفى معين وعملوا لهم اياهم 6-7 يا ريت بعرف التفاصيل او مأكد منك كنت بحكيها، بس انه بتستغرب انه بلبنان يكون في هيك شيء، طيب. كان لقاح او كان توزيع بطاقة تموينية. السؤال الافق الاقتصادي، يعني اللبنانية ناطرتهم ايام صعبة، بس المشكل انه ناطرتهم هالايام الصعبة بدون حل متوفر. طبعا ولك يا خي الجراد اجا، الجراد اجا ما في شيء ياكلوا ويشربوا بقى. انا برأيي ما الناس خيفانة من الجراد ما راح يفل، ما بقى في شيء بلبنان. عم نحكي انه اليوم المواطن اللبناني يلي عنده أتوليه صغير بيصنع ما بعرف قمصان وبيصدره، هيدا شو مستقبله؟ يلي بيزرع ما بعرف مشمش وبيصدره على الإمارات، شو مصيره؟ يلي بيصنع مكانات تيجهزوا مطاعم، شو مصيرهم هول؟ هاي العزلة واللي بدنا نحارب، وكل يوم نطلع منسب الخليج وبدنا نناصر إيران ضد أمريكا ومنحط لبنان بمواجهة المنظومة المالية كلها، ونرجع بدنا وعقوبات بتجي منتكابر عليها ومنقول نحن عم ندفع حق كرامتنا وسيادتنا. ليش كيف نتعشى؟ نتعشى كرامة وسيادة؟ شو هالكلام الفارغ اليوم؟ راحوا جرونا على حروب ما قلنا فيها، حزب الله وأجنداته الخارجية حطتنا بموقع أسوأ موقع ممكن يكون في لبنان تاريخيا، وما بعتقد رح يجي أسوأ من هيك. هالخبرية المنيحة للجيل اللي قادم انه ما بقى رح تعيشوا أسوأ من يلي نحن عشنا. بالانتظار كيف ممكن نخلق الأمل؟ هلأ لا نختم هذه الحلقة برسالة أمل. يعني اليوم نحن شفنا هذا الوضع الصعب، عشو لازم نبني وعشو لازم، يعني المحطة اللي لازم ننطرها حتى نبدأ رحلة الخلاص؟ ليك أنا عندي أمل كبير إنه التغيير آت لمحال. ما في حل إلا ما بيقدر شعب يضل مقهور وعايش بالذل اللي عايشينه وما ينتفض على الواقع. ما بيقدر، هيدي غريزة، منه موضوع شجاعة أو هي غريزة. آخر شيء خلص الإنسان أول ما ربنا خلقه كان بده ثلاث قصص، بده المسكن وبده الأكل وبده الأمان، وهو ثلاثتهم انفقدوا اليوم. هيدا هو أساس اللي بيميزنا عن الكائنات التانية اللي ربنا خلقها من حيوانات ونباتات. مش معقول نحن نضلنا هيك. الأمل الوحيد هي ثورة داخل صناديق الاقتراع بعد بوقتها تنرجع نقدر ننتج طبقة سياسية جديدة. ما في غير حل، ما نتضحك على بعض. لا اللي وقعونا بهالوقعة رح يقدروا ينقذونا، ولا بيعرفوا أصلا شو الحلول تينقذونا، ولا عندهم ثقة الشعب اللبناني، ولا عندهم ثقة المجتمع الدولي. انتهى. اليوم بدنا نعاني من هلأ لسنة لنوصل للانتخابات، لمن بعدها يبلش إعادة صعود وإعادة نهضة لبنان، ويمكن تاخد وقت. ايه بقول لك انا بدي يكون منطقي، ما بدي اعمل هلا اتوجه برساله امل كلها شعارات وشعر مفعول مفاعيله. ما حدا له بقى خلق يسمع الخطابات الرنانه. اليوم الناس بدها شيء عملي. العمل اليوم المشهد اللي قدامنا، لا ما راح اقول لك والله يرجعوا يحتكموا لضميرهم ويالفوا حكومه تنال ثقه الناس، ما راح يعملوها. راح يضل كل واحد ملقط بالخارجيه وبالداخليه وبالماليه راح يضلهم هيك. هول ما بيعرفوا يشتغلوا إلا هيك. أملي الوحيد أنا كشاب لبناني بعدني متأمل إنه هذا البلد قادر يرجع ينهض بطاقات شبابه، هي الانتخابات الجاية بعد سنة. السؤال للخارج، هل من مصلحة للخارج أن تقوم دولة مستقلة قادرة بلبنان بظل هالتغييرات اللي عم نشوفها بالمنطقة؟ طبعاً. ليك أنا برأيي رغم إنه في مصالح خارجية بهمة الوضع اللي وصل له لبنان، بهم يصير هيك، لأنه كمان في بلدان تزدهر على ظهره، وشفنا بس تدمر بور بيروت شو صار ببور حيفا. يعني طبعا في هناك اليوم في منافسة قلنا ايه او قلنا لا بالعالم بين البلدين مين احسن من مين، ولكن ما بهمه كمان المجتمع الدولي
يضل بلد قاصر عم بيعاني بدهم يضلوا ايدوا فيه ومشغولين فيه يعني كمان. بس صراحة اذا ما اعتمدنا نحن الحياد بتصرفاتنا وما نحن رجعنا فرضنا حالنا على الساحة الداخلية اول شيء والخارجية كشعب وكإرادة شعب ما رح نقدر نوصل لمحل. اذا انت ما بدك تهتم بحالك ما حدا رح يهتم فيك. مع رسالة الأمل اللي تفضلت فيها أستاذ الياس حنكش النائب المستقيل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من كواليس الأحد. شكري لك على تلبية هذه الدعوة، وأشير لمن يرغب بإعادة الاستماع إلى هذه الحلقة إلى أنه يمكنه ذلك بعد موجز أخبار 9:15 من هذا المساء. كان معكم على الإخراج الإذاعي سيموم صور، ومن خلف الميكروفون شرب المرؤوف. مرسي. لا تخافوا يا شعب بلادي من الحرية عنا زيادة، لا تخافوا يا شعب بلادي من الحرية عنا زيادة، نحنا حراس السيادة.